الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه صلاه وسلاما الى يوم الدين، اما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب ادب الطعام، قال: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم أي فليأكل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى من أجل بيان هذه المسألة، وما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر أنه يدعو لصاحب الطعام. وفي هذا الباب مسائل: أولا، حكم إجابة الوليمة. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لإجابة الوليمة. فما حكم إجابة الوليمة؟ فأولاً يقال: الوليمة إما أن تكون وليمة عرس، وإما أن تكون وليمة غير العرس. فأما وليمة العرس فإنه يجب إجابة الدعوة فيها على قول جمهور أهل العلم، بل نقل ابن عبد البر رحمه الله الإجماع في ذلك، ولكن الصحيح أنه قول الجمهور لوجود الخلاف. وهذا هو الظاهر من الدليل، أنه يجب إجابة وليمة العرس إذا دعي لها المرء. المسألة الثانية: إذا لم تكن هذه الوليمة وليمة عرس، فهل تجب إجابتها أو لا تجب؟ جمهور أهل العلم أنه يستحب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب إجابة وليمة أي وليمة كانت، سواء كانت وليمة عرس أو غير وليمة عرس، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، ولم يخصص ذلك بوليمة العرس. فدل ذلك على أن الأمر للوجوب في كل وليمة. وهذا الأمر إذا قلنا للوجوب فإنه لا يجب إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. فأول هذه الشروط في إجابة الدعوة أن تكون هذه الدعوة مخصصة لمن دعي إليها، يعني لا بد أن يخصصك بدعوة، يعني تكون الدعوة باسمك. أما إذا كانت دعوة عامة كما هو الحال اليوم في كثير من العزائم، كالذي يعلقون في الشوارع أو يرسلون رسائل في الجوالات ونحو هذه الأمور، هذه دعوة عامة كما تسمى دعوة الجفلة، كأن يقوم رجل في المسجد ويقول: حياكم الله على العشاء. هذه دعوة جفلة ما تجب فيها إجابة الدعوة، ولكن لو أجابها الإنسان فإنه لا بأس، بل يستحب له ذلك لتطيب خاطر أخيه المسلم. فإذن هذا هو الشرط الأول، أن تكون مخصصا في هذه الدعوة، فإن خصصت فإنه يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. الشرط الثاني: أن لا يكون في هذه الدعوة منكر، فإن كان في هذه الدعوة منكر فإنه لا يجوز إجابة هذه الدعوة، إلا في حالة واحدة: إذا كان حضورك لهذه الوليمة يزيل هذا المنكر. فإن كان حضورك يزيل هذا المنكر فإنه يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة. والمنكرات المراد بها المنكرات الظاهرة، المراد بها المنكرات الظاهرة التي تكون في الدعوة ومتعلقة بالدعوة. أما المنكرات المتعلقة بالشخص نفسه فإنها لا تدخل في هذا الباب، لأن هذه لا يسلم منها أحد. لكن المراد المنكر العام، كأن يكون في هذه الوليمة أغاني أو شيلات كما يسمونها اليوم، وهي أغاني في الحقيقة، ونحو هذه الأمور العامة التي تكون في هذه الولائم. فإن كان هناك منكر فإنه لا يجوز إجابة هذه الدعوة إلا إذا كان حضوره يزيل هذا المنكر. وأيضا
يعني من الذي من الأمور التي تشترط أن لا يكون هناك ما هو أوجب، لا يكون هناك ما هو أوجب من هذه الدعوة. فإن كان هناك ما هو أوجب من هذه الدعوة فيقدم الأهم فالأهم. أيضا من الأمور التي تتعلق بإجابة الوليمة أنه إذا دعي الإنسان إذا إلى وليمتين أو إلى أكثر من وليمة ثلاثة أو أربع فأيهما يجيب؟ يجيب أولهما، أول دعوة دعي إليها، لأنه أحق بالإجابة من غيره لأنه سبق إلى هذه الدعوة. والمسألة الثالثة المتعلقة بهذا الحديث أنه من كان صائما، وعليه بوب المصنف رحمه الله هذا الباب، هل يجيب الدعوة ولا يجيب الدعوة؟ ظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، ظاهر هذا الحديث أنه يجب عليه أن يجيب الدعوة، ولكن لا يلزمه أن يأكل، يلزمه الإجابة ولا يلزمه الأكل. وإن أكل فإن هذا أفضل إذا كان في هذا تطيبا لخاطره، ما لم يكن هذا الصوم صوم فريضة، إذا كان صوم فريضة لا يجوز له أن يقطعه من أجل الدعوة. أما إذا كان هذا الصيام صيام استحباب ورأى أن في إفطاره مصلحة وتطيبا لخاطر من دعاه فإنه يستحب له، والحالة هذه أن يفطر ويأكل. ومن هنا نستفيد فائدة أن إجابة الدعوة الأصل فيها الأكل، الأصل فيها الأكل، لأن الذي دعاك إلى هذه الدعوة لم يرد من حضورك هذه الدعوة أن تحضر وتتفرج، وإنما تحضر وتأكل وتشارك الطعام لأن هذا من تطيب خاطره. أما أن يحضر المرء ولا يأكل فإن لا شك أن في هذا غضاضة على من دعاه إلى هذه الوليمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مفطرا فليطعم، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من حضر وهو صائم إن كان الصيام فريضة فلا يجوز له أن يقطع الصيام، إن كان الصيام استحباب هو بالخيار، إما أن يفطر وإما أن يدعو، يعني يدعو لصاحب هذه الوليمة لقوله صلى الله عليه وسلم فإن كان صائما فليصلي، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، لأن الصلاة في اللغة المراد بها الدعاء، فتدعو له بما تيسر من الأدعية التي تطيب خاطره. وإن رأى أن المصلحة في أنه يأكل ويفطر فإنه لا شك أن هذا أولى. هذه بعض المسائل على هذا الباب. قال وباب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. قال عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع، قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه. وهذا الباب فيه بيان حكم هذه المسألة، وهي أنه من تابع في العزيمة ولم يدع إليها فإنه إن قيل له ادخل يدخل، وإن لم يؤذن له فإنه يرجع، ولا يجوز له أن يكون في نفسه شيء على من رده، كما قال سبحانه وتعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. هذا شرع الله عز وجل، هذا هو شرع الله، إذا قيل لك ارجع فارجع لأنك لم تدعى، فإن أذن لك من طيب خاطره ومن طيب نفسه فإن هذا فضل منه، وإن لم يأذن فلا شيء عليه شرعا أبدا، لأنك جئت إلى هذه الوليمة من غير دعوة، والأصل أن الإنسان لا يأتي إلى الولائم إلا بدعوة، هذا هو الأصل. أما إذا لم يأتي بلا دعوة فإنه قد يؤذن له وقد لا يؤذن له. ومن هنا يستفاد أيضا من هذا الحديث أنه لا بأس بأن يتبع، يعني يجوز له أن يتبع، وإن كان الأولى أنه لا يتبع إلا بدعوة، فإن تبع فإنه كما ذكرنا إن سمح له يدخل وإن لم يسمح له فيرجع، ولا يجد في نفسه غضاضة على من رده. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل الذي جاء معه وتبعه، بل أذن له معهم في المتابعة، ولكنه لم يأذن له بالدخول حتى أذن له صاحب الطعام. وهنا أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه لا بأس أن تخصص الولائم بعدد معين، لأن هذا الرجل صنع طعاما لخمسة فجاء هذا السادس،
فخصص هذا الطعام لخمسة، وهذا نستفيد منه فائدة أننا لا نحرج الناس، أننا لا نحرج الناس. يعني بعض الناس مثلا يقيم وليمة يدعو فلانا وفلانا وفلانا، فتكون هذه الدعوة خاصة، وقد تكون هذه الوليمة على قدر المدعوين، فيكون هؤلاء المدعوون يعني مخصصين بهذه الدعوة، فيأتي أحد هؤلاء المدعوين ويدعو معه آخرين فيحرج صاحب الدعوة. فلا تحرج أخاك يا عبد الله. بعض الناس يأتي معه جيش، وهذا يعني قد يوقع الإنسان في حرج ويوقع صاحب البيت في حرج، لأن قد تكون هذه الدعوة مخصصة فتوقعه في حرج. فلذلك على المرء أن لا يحرج صاحب الدعوة بأن يدعو معه من لا يستطيع صاحب الضيافة أن يضيفه، أو قد تكون هذه الدعوة خاصة لأنه يريد حديثا خاصا، فإذا أتى غير هؤلاء المدعوين لم يستطع أن يتكلم في كلامه الخاص الذي يريد به هؤلاء المدعوين خاصة. فلذلك الأصل أن الإنسان لا يجد معه آخرين إلا إذا تأكد أن صاحب هذه الدعوة وصاحب هذه الوليمة يرضى بذلك ويفرح، لأن بعض الناس يفرح بمن يأتي ولو زاد العدد، لأنه قد يكون مستطيعا أو يعد طعاما أكثر ممن دعاهم، فإن هذا لا بأس به. ولكن الأصل أن يستأذن صاحب هذه الدعوة حتى لا يعني يضعه في حرج. هذه بعض المسائل على هذين البابين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.